الرقم يعني الإجمالي تاع التسجيلات الجدد هو 305,940 305,940 نوفو انسكري، هذول جاو سجلوا روحهم. كتلة الانتخابية قد أصبحت أقل من التي كانت عليه قبل هذه المراجعة، إذ نسجل بأنها كانت 23,609,000 أصبحت 23,186,049، معناتها نقصت ونقصت بعدد كبير. السبب كي بحثنا فيه وش هي السبب؟ اللي راديياسيون، كان العدد نتاعها الإجمالي 729,452 اللي راديياسيون بصفة عامة. من في هذا العدد هذا تاع 700,729,000 كان 421,349 مش طبيعي بسبب الازدواجية والتكرار في التسجيل.